نبدأ بالإشارة للدور المرأة المصرية في إنجاح ثورة 30 يونيو وإحنا في أجواء هذا يعني الشهر. قبل ما ندخل في الحديث عن مكتسبات المرأة بعدها، يعني دور المرأة المصرية في 30 يونيو ده دور مشهود الحقيقة على مستوى العالم، مش بس على المستوى الوطني، انها نزلت بهذه الكثافة ونوعيات الجديدة من السيدات اللي كانوا معروف انهم ما لهمش اهتمام بالسياسة، فتيات الصغيرات اللي كانوا بينزلوا، الحقيقة كان في دفعة وطنية حماسية موجودة في الوقت ده، وده من منطلق انه المرأة المصرية دايما هي حافظة الهوية. صحيح. وهي نازلة من أهدافها أنها تحافظ على هوية هذا الوطن وهوية أسرتها. وده الحقيقة احنا دايما هتتكتب في التاريخ، كتب التاريخ خلال السنوات القادمة والعهود الكتيرة القادمة، أنه إن كان في سبب أنه احتفظ المجتمع المصري بارتباطه الكبير واستعادته هويته كان بيرجع للمرأة المصرية بالأساس. الحقيقة أنه ده ما ضاعش هباء، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهتمام خاص للمرأة والفتاة المصرية. لو بدأنا نتكلم عن مؤشرات التمكين الاجتماعي طبعا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، تكلمين عنها ازاي دكتور؟ طيب، هي الاستراتيجية الوطنية 2030 دي بتحدد مجموعة من الأطر للدولة إنها تمشي عليها بمؤشرات معينة لتحقيق الإنجاز في تحقيق مجتمع عادل. هذا المجتمع يقوم على تكافؤ الفرص ويعمل اندماج اجتماعي لكل أفراد الوطن. هو قايم على هذه الفكرة في يعني بيشتغل في إطار الأهداف التنموية المستدامة اللي فيها من أهم أهدافها هو الهدف الخامس اللي بيتكلم على تكافؤ الفرص بين أطراف المجتمع. الدولة المصرية عملت الاستراتيجية 2030 وكانت من أول الدول اللي أطلقت أيضا الاستراتيجية أو الإطار الاستراتيجي لتمكين المرأة المصرية في إطار الاستراتيجية العام. دي كانت أول دولة على مستوى العالم اللي بتطلق هذه الاستراتيجية. هي قايمة على 4 محاور أساسية: محور التمكين الاقتصادي، محور التمكين الاجتماعي، محور الحماية، قايمة على كمان محورين متداخلين هما التشريعات والبيئة الثقافية الداعمة. أنا عايزة أقولك على حاجة، عادة إحنا لما بنيجي نتكلم على التمكين الاجتماعي والاقتصادي وغيره بنبدأ بالاستراتيجية القومية الاستراتيجية الوطنية، لكن الحقيقة الدولة المصرية من 2014 هي بتشهد تحرك للأمام فيما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة من أول ما اتعمل دستور 2014 وهو بيتكلم على أين موقع المرأة في هذا المجتمع، أين موقع المرأة في المناصب العامة، أين موقع المرأة في الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وغيره. ودي كانت هذه المبادرات الرئاسية مخصصة وموجهة تحديدا للمرأة فيما يخص المبادرات الصحية. أنا عايز أقولك الرئاسية من 2017 ودي اللي كانت النقطة الفارقة، أنه سيادة الرئيس خصص هذا العام فقط للمرأة، ومن وقتها وفي انطلاقات كبرى، شفنا مقاعد جديدة بتشغلها المرأة، محافظ ومستشار الأمن القومي، رئيسة المحكمة الاقتصادية، النيابة العامة، مجلس الدولة، كل هذه المقاعد اللي احنا كنا المناصب العامة اللي كنا احنا شايفينها بعيدة وبيننا وبينها سقف زجاجي أو حاجز زجاجي المرأة بتقرب منه لكن مش عارفة تخترقه. فيما يخص المبادرات والبرامج المختلفة في كتير جدا منها، على سبيل المثال دوي ونورة وغيرها وجلسات دوار وما إلى ذلك، كلمينا عن أهمية هذه المبادرات دكتورة. هو في مبادرات تخص بالمرأة وبتخص الفتيات، يعني مؤخرا هتلاقينا بنشغل على الفتيات بنفس كثافة العمل مع المرأة، على اعتبار أنه الفتيات في مرحلة من المراحل هتصل لمرحلة المرأة اللي هي هتكون مسؤولة عن المجتمع، فهي لازم لهذا المكان وهي واعية وممكنة والبيئة اللي حواليها كمان بتساعدها انها تنطلق. فكرة نورة ودوي وهم يعني فكرتين قايمين متكاملتين، واحدة بتتكلم على الحكي
بندي فرصه للبنات انها تحكي وتتكلم بمنهجيه معينه عن الـ عن الـ ازاي تتكلم على عن مجتمعها، ازاي تتكلم على القضايا اللي تشغلها، ازاي تتكلم على المجتمع اللي حواليها وهي عايزه منه ايه. في نوره احنا بنشتغل على المهارات الذاتيه، هي نوره بقى بتقعد معانا، هو احنا بنشتغل في فئات عمريه من 10 لغايه 15 16 سنه. نوره بتشتغل على المهارات الذاتيه عند البنات، بنديها زي ايه ابرز المهارات اللي بتلاقوها في اقتصادي، بنديها كم معلومات عن القوانين، بنديها تدريبات حرفيه، بنعمل لها توعيه في قضايا المرأة. استجابة في هذا العمر دكتور؟ يعني دي مفاجاه بالنسبه لي، من 10 ل 16 بيبقى في استجابه لقوانينها وحقوقها في المجتمع؟ بصي، هي المنهجيه اللي قايمه على فكره ان احنا نتواصل مع الفتيات لمده 40 اسبوع. بياخدوا دورات تدريبيه تراتبيه، بنبدا معاها بالابسط، بنعرفها ايه المجتمع ماشي ازاي، انت كفتاه وضعك ايه في هذا المجتمع، بما يناسب ايه في الاسره، ازاي تحافظي على نفسك، القضايا اللي بتشغل الفتيات ازاي، زي خاصه بالتعليم، الخدمات الصحيه، خاصه بالمدرسه والشارع ومحلات العنف واللي بيتعرضوا ليها البنات، وازاي يواجهوا ده. كل ما انت بتخصي البنت بحاجات تهمها هي شخصيا بتندمج معاك. بعد شوية بنخش في مراحل أكبر منها، بنكلمها حتى على ريادة الأعمال، وبنكلمها كمان على إزاي ممكن تبدأ بمشروع صغير، وإنها ما تركنش إنه يكون عندها وظيفة حكومية تقعد فيها سنوات وما تقدرش تبدع فيها قد ما ممكن هي تبدع في المجال العام والمشروعات الصغيرة، حتى في مشروعات صغيرة. وتبدأ في الحديث عن المشروعات الصغيرة ياخدنا بقى للمسار الآخر، وهو ملف التمكين الاقتصادي. وفي مساعدات وبرامج كتير قوي في هذا المجال، تثقيف المرأة يعني ماليا، مساعدتها في إقامة مشروعاتها الصغيرة متوسطة. الحقيقة هو التمكين الاقتصادي ده رمانة الميزان، يعني لكل ما نتحدث عنه يخص المرأة في هذا المجتمع دايما بنرجعه إلى التمكين الاقتصادي. الظواهر السلبية زي الختان والزواج المبكر هترجعي في الآخر تلاقي أنه جنب التمكين الاقتصادي في وعي، بنعمل تمكين اقتصادي وما هو الزواج المبكر بيبقى فيه برضو يعني الأسرة ضيقة الحال، فبعد اقتصادي صحيح، ده في بعد اقتصادي، عايزة الأسرة تتخلص من البنت لأنها بتمثل عبء اقتصادي عليها. لكن فكرة التمكين الاقتصادي الحالية هي قايمة على أنه يكون في اندماج للمرأة في منظومة المصرفية المصرية، بمعنى أن هي تقدر تتعامل مع البنوك، أنها تقدر عندها وعي بثقافة مالية زي ما حضرتك بتقولي من خلال الدورات اللي بيطلقها المجلس القومي للمرأة، بتقدر تتعامل رقميا من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة. عندنا كمان البرنامج الكبير اللي بيطلقه المجلس القومي للمرأة، وهو برنامج بتعاون مع البنك المركزي، وهو برنامج مجموعات الادخار والاقراض وتطبيق تحويشه طبعا. الحقيقه عايزه اقول لك انه احنا عندنا دلوقتي اكتر من 1,200,000 سيده منضمين في تطبيقات تحويشه في مجموعات ادخاريه مختلفه. ده سهل انه السيدات كمان تبقى اكتر قربا للتعامل مع البنوك. احنا عانينا فتره طويله جدا انه السيدات في رهبه في التعامل مع البنك، وكانوا بيحسوا انه البنك لا، هي يعني عايز فلوس كتير، عايز اجراءات كتير. وبالتالي احنا اشتغلنا مع البنك المركزي على فكره ان احنا نقرب ازاي تتعاملي مع البنك وبشكل بسيط. احنا بقى عندنا قوانين كمان بتتكلم على انه المراه تبقى اكتر اندماجا في هذه طبعا، خاصه انه ده يعني المنظومه المصرفيه. لدرجه انه اقدر دلوقتي اعلن انه اقول لحضرتك انه عندنا اكتر من 20 مليون سيده انضموا اللي عندهم حسابات بنكية. ده مهم جدا، لأن احنا طالما بنتكلم عن 140 يعني طالما بنتكلم ان هم يكونوا قائمين على مشروعات خاصة بيهم، فضروري طبعا يؤهلوا للتعامل مع البنوك وما إلى ذلك.